بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 28 من الكتاب 45، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. أبي ذر الغفاري، وغفار قبيلة من قبائل اليمن، والنبي كان يقول لأبي ذر أصدق الناس لهجة. أبو ذر من أصدق الناس لهجة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث يوم القيامة وحدك، يعني لا مثيل لك. وحدك هنا يعني ايه؟ مالكش مثيل، يعني لا مثل له، رضي الله عنه وارضاه. وكان قبل وكان في الجاهلية لم يسجد لصنم قط. أبي ذر كان من أهل الحنيفية، يعني يعبد الله كده على حسب ما توجه، ولم يعتقد في صنم قط. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام مسلم في صحيحه الحديث 13 بعد 500 و6000، قال حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال أخبرنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال قال أبو ذر رضي الله عنه خرجنا من قومنا غفار، وكانوا يحلون الشهر الحرام. يعني ايه يحلون الشهر الحرام؟ يعني كانوا يقتلوا بعضهم حتى في الشهر الحرام، لا يحترمونه يعني. فخرجت انا واخي انيس وامنا، هو واخو انيس، وانيس ده كان شاعر مشهور في الجاهليه، اخو سيدنا ذر ابي ذر. فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا، فنزلنا على خال لنا، فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا. خال يعني أخو أمه، نزلوا عنده في الطريق فأكرمهم وأحسن إليه. فحسدنا قومه، أرأي أقارب هذا الخال من جهة الأب، حسدوهم علشان ايه؟ اكرمهم كرم زائد يعني. فقالوا انك اذا خرجت عن اهلك خالف اليهم انيس، عايزين ايه؟ يعملوا وقيعة بينه وبين اولاد اخته. قالوا له انت لما تخرج ايه انيس بيدخل على مراتك، علشان الرجل يزعل. فقالوا إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس. فجاء خالنا فنثى علينا الذي قيل له، يعني أشاع وأفشى. أنثى يعني أشاع وأفشى السوق، في السوق الأمر اللي فيه سوء يقولوا إيه؟ نثى. والأمر اللي فيه خير يقول ثناء. يبقى الثناء هو المدح، والنثاء هو الذم. فنثى لنا يعني ذمنا وأشاع ذمنا. فنثى علينا الذي قيل له، فقلت له أما ما مضى من معروفك فقد كدرته، ولا جماع لك فيما بعده. قالوا له اللي عملته فينا من خير كدرته وأفسدته بهذا الكلام الذي صدقته فينا، احنا براء، كيف تظن فينا وترتاب فينا ونحن براء؟
فريبتك فينا كدرت يعني أفسدت معروفك الذي فعلته فينا. أما ما مضى من معروفك فقد كدرته يعني أفسدته وعكرته، ولا جماع لك فيما بعد يعني لا عشرة بيننا وبينك، يعني لا نجامعك يعني لا نعاشرك في مكان واحد، لا جماع لك فيما بعد. فقربنا سرمتنا فاحتملنا عليها، والسرمة هي الواحدة من الإبل التي تستعمل في السفر، السرمة هي الواحدة من الإبل التي تستعمل من الصف في السفر، وتطلق أيضا على جماعة الغنم، فهو لفظ مشترك. فقربنا سرمتنا يعني إيه؟ الجمل بتاعنا عشان نركب عليه، زي أنت تقول أنا قربت العربية بتاعتي وركبتها عشان إيه أمشي بقى. فقربنا سرمتنا فاحتملنا عليها يعني حطوا عليهم إيه؟ متاعهم. وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي، خلهم بعد كده ضميره أنبه ليه إزاي أصدق أنا فيه ماذا السوء، فغطى نفسه بثوبه قاعد يبكي أسفا على ما حدث. فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة، يبقى رايحين هم إيه مكة في وقت الأشهر الحرم يعني، في طريقهم مروا على خالهم، حصلت الأزمة دي مع خالهم فسبوه وانطلقوا كملوا مشوارهم الى مكة. كويس. فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة فناثر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها، فأتي الكاهن فخير أنيسا، فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها. يعني ايه ناثر؟ كانوا هناك عادة في الجاهلية ايه؟ كل واحد يراهن الاخر على ما عنده من متاع، وكل واحد يقول شعر يفخر بيه، وبعدين يروح يتحكموا عند واحد من الكهان يقول مين اللي اكثر شعرا وفخرا وفصاحة، واللي يبقى الافضل ياخد ايه متاع الاخر على سبيل الرهان يعني. كويس. يبقى ناثر يعني تشعر تفاخرا ثم تحكم الى الكاهن، فجاء الكاهن يحكم بينهم فحكم لأنيس، راهن أنيس بالمفاخرة على الجمل بتاعهم اللي بيركبوه، والتاني راهن على الجمل بتاعه اللي بيركبه، فراح أنيس نافره وتحكمه للكاهن فكسبه، فرجع لهم بسرمته وصرمة ايه الراجل اللي كسبه منه اللي هو الجمل التاني يعني. فناثر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها فأتي الكاهن يحكم بينهما يعني، فخير أنيسا يعني إيه؟ اختار أنيسا أنه إيه؟ أفضل شعرا. فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها، قال وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. قلت لمن؟ قال لله. قلت فأين توجه؟ قال أتوجه حيث يوجهني ربي، أصلي عشاء. يعني كان بيصلي كده لنفسه، اخترع لنفسه صلاة لله بالليل كل يوم يصلي لله. قال له طب وإلى أي قبلة؟ قال له حيثما وجهني الله. بكل ده كان قبل إسلامي بثلاث سنين. ده بيحكي لعبد الله ابن الصامت، لعبد الله بن الصامت بيحكي القصه دي، يعني ابو ذر بيحكي لعبد الله بن الصامت القصه، قصته كيف اسلم يعني. نشأ على الحنيفيه السمح يعني سليم الفطره يعني. وقد صليت يا ابن اخي، بيكلم مين؟ بيكلم عبد الله بن الصامت، قبل ان القى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. قلت لمن؟ اللي قال قلت من مين؟ عبد الله بن الصامت. قال له طب كنت بتصلي لمين؟ قال لله. قلت فأين توجه؟ قال أتوجه حيث يوجهني ربي، أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء حتى تعلوني الشمس، يعني لحد ما آخر الليل لما أتعب أترمي على الأرض كده كأني حتة خرقة ميتة مرمية، كأني خفاء يعني كساء مرمي على الأرض من شدة عنائي وتعبي يعني في العبادة ومجهود اليوم.
فيفضل نايم كده لحد ما الشمس تلسعه ويصحى. كويس؟ حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء حتى تعلوني الشمس. فقال أنيس إن لي حاجة بمكة فاكفني. أنيس أخوه قال له أنا عندي مشوار في مكة مصلحة، فأقعد هنا إيه احرس حاجتي لحد ما أجي لك. فانطلق أنيس حتى أتى مكة فراث علي ثم جاء. تأخر علي، راث علي يعني تأخر علي على غير المعتاد. ثم جاء فقلت ما صنعت؟ قال لقيت رجلا بمكة على دينك، يعني بيعبد ربنا، يزعم أن الله أرسله. قلت فما يقول الناس؟ قال يقولون شاعر، كاهن، ساحر، يعني اختلفوا فيه، ناس تقول شاعر، ناس تقول كاهن، ناس تقول ساحر. وكان أنيس أحد الشعراء. قال أنيس لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، يعني اللي بيقولوا مش قول كهنة، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر، على أوزان الشعر، يعني أقراء الشعر يعني على أوزان الشعر، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. قال قلت فاكفني حتى أذهب فأنظر. قال له طب اقعد انت بقى هنا لحد ما اروح انا اشوف اقابل هذا الرجل بقى. قال قلت فاكفني حتى اذهب فانظر. قال فاتيت مكه فتضعفت رجلا منهم، يعني اخترت رجل ضعيف كده، استضعفت واحد كده قلت اساله علشان تملي الضعيف مالوش شوكه يعني مش هيضره في حاجه. فتضعفت رجلا منهم يعني اخترت رجلا ضعيفا. فقلت اين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ فأشار إلي فقال الصابئ. هو بيقول له أين الذي تدعونه الصابئ؟ فالرجل الضعيف ده إيه راح نادى في وسط الناس الصابئ أهو الصابئ أهو، الناس اتلمت عليه ضربته. كويس؟ الصابئ يعني الذي ترك دينه، في لغة قريش الصابئ يعني الذي ترك دين آبائه. فقال الصابئ فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم حتى خررت مغشيا علي أغمى علي. وضربوه بكل مدرة يعني بكل إيه حجرة وبكل عظم في إيديهم، يبقى المدر هو إيه التراب المتجمع كالحجر، المدر هو التراب المتجمع كالحجر. بكل مدرة وعظم حتى خررت مغشيا علي، يعني أغمي عليه، فقد وعيه. قال فارتفعت حتى حين ارتفعت كأني نصب أحمر. فلما أفاق قام بص على نفسه لقى نفسه إيه كله سايح دم، الدم مغطي جسمه زي النصب. النصب ده كان إيه حجارة يضعوها عند الأصنام يذبحوا عليها فكانت تبقى كلها حمرة. فبيقول لما وقفت بقى وفقت لنفسي لأن كأني نصب أحمر من شدة إيه النزف الذي خرج منه. فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر. قال فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها. ولقد لبثت يا ابن أخي 30 بين ليلة ويوم ما كان لي طعام إلا ماء زمزم. قعد بقى إيه مرض نفسه لأنه مرض مرض شديد بسبب الجروح والضرب. قعد 30 يوم قاعد جنب زمزم، كل ما يجوع ويعطش يشرب من زمزم ويقعد تاني، معهوش طعام غير 30 يوم. فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، بالرغم انه كان كل غذائه زمزم هو غذائه وماءه، الا انه ايه استرد عافيته وسمن، سمن جسمه سمن حتى تكسرت ايه عكن وبطني، يعني بقت بطنه ايه متنيه فوق بعضها من كثره السمن. يبقى العكن اللي هي ايه طبقات الايه الجلد عندما تكون مترهله من كثره السمن يسموه العكن. حتى تكسرت عكن بطني وما وجدت على كبدي
سخفة جوع، يعني وما شعرت بالجوع الثلاثين يوم دول، بالرغم ان انا ما باخدش الا زمزم فقط. وما وجدت على كبدي سخفة جوع. قال: فبين اهل مكة في ليلة قمراء اضحيان، يعني قمراء اضحيان يعني مضيئة، يعني القمر فيها كامل، في ليلة القمر فيها كامل بدر، اذ ضرب على اسمختهم فما يطوف بالبيت احد. في الليلة دي كلهم نايمين، كان ضرب على اسمختهم، السماخ اللي هو ايه، ثقب الاذن، ويطلق ايضا السماخ على الشمع الذي يخرج من الاذن، وتقرأ بالسين وبالصاد، صماخ وسماخ الاثنين بمعنى واحد، بالسين والصاد. كان ضرب على اذنهم يعني ناموا، كناية عن انهم كانوا نايمين يعني. فضربنا على اذنهم في الكهف سنين عددا، يعني انمناهم. فضرب على سماخهم يعني ناموا. قال: فبين اهل مكة في ليلة قمراء اضحيانا اذ ضرب على اسمختهم فما يطوف بالبيت احد، وامرأتين منهم تدعوان اسافا ونائلا. وما فيش الا اتنين ستات ورايحين يدعو اساف ونائلة، دول اصنام كانت موجودة. قال: فأتتا علي في طوافهما، مروا عليه وهو قاعد جنب الكعبة بيطوفوا الاثنين ستات دول، فقلت: أنكح أحدهما الأخرى، ما تجوزوا إساف لنائلة وريحونا، أنكح أحدهما. بيتريق يعني على إيه، على الأصنام بتاعتهم، إن هم إيه بيعبدوا إيه. فقلت: أنكح أحدهما الأخرى، يعني أنكحوا إساف لنائلة وريحونا منهم. قال: فما تناهت عن قولهما، فمهتموش بكلامه ومستمرين برضو قاعدين يدعوا إساف ونائلة ويتقربوا إليها يعبدوها بقى. فما تناهت عن قولهما. قال: فأتتا علي، فقلت: هن مثل الخشبة غير أني لا أكني. هن كلمة تقولها العرب كناية عن الفرج، لأن كلمة الفرج يعني كلمة قبيحة، واخد بالك، كناية عن الذكر يعني، أو عن الفرج مطلقا. فما يحب يقول بدل ما يقول الذكر لأنها كلمة قبيحة يقول لك هن، فهمت إزاي؟ فأتت علي فقلت: هن مثل الخشبة غير أني لا أكني. يعني أنا قلتها لهم بقى بالفصيح، ما قلتلهمش هن كمان، أنا قلتها لهم بالفصيح. مثل الخشبة يعني منتصب كالخشب، واخد بالك، ذكر منتصب كالخشب. طبعا الستات طبعا سمعوا الكلمه دي، واخد بالك، ايه، استحوا. فقلت: هن مثل الخشبه غير اني لا اكني. يعني ما قلتهاش بقى بالهن، ده انا قلتها بالفصيح، فهمت ازاي، بمعناها القبيح، بيشتمهم يعني عشان ايه بيعبدوا الاصنام. فانطلقتا تولولان وتقولان: لو كان ها هنا احد من انفارنا. خرجت الستات يجروا يولولوا، يعني ايه، يدعون بالويل والثبور، ادي معنى يولول، يعني وايه، يدعون بالويل والثبور والهلاك. فانطلقتا تولولان وتقولان: لو كان ها هنا احد من انفارنا، يعني من احد من رجالنا، كان جاء كان يضربك، علشان ازاي تقول الكلام ده، تجرح مشاعرنا وتقول الكلام القبيح ده امامنا، فاهم؟ لو كان ها هنا احد من انفارنا. قال: فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وهما هابطان. فقام سيدنا رسول الله لقى الستتين دول جاريين بيجروا، سيدنا رسول الله كان نازل جاي على الكعبه هو وابو بكر، فقال لهم: مالكم؟ ايه اللي حصل؟ قالوا: الصابئ، الراجل اللي نجلى صابئ، يعني كافر، يعني لانه ايه، شتم الالهه يعني بتاعته. فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وهما هابطان. قال: ما لكما؟ قالت: الصابئ بين الكعبه واستارها. قال: ما قال لكما؟ قالت: انه قال لنا كلمة تملا الفم، نتكسف نقول كلمة قبيحة يعني تملأ الفم، يعني ايه، من شدتها تملأ الفم فتمنعنا ان نقولها يعني.
وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه ثم صلى. فلما قضى صلاته قال أبو ذر: فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام. قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك ورحمة الله. ثم قال: من أنت؟ قال: قلت: من غفار. قال: فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته، فقلت في نفسي: كره أن انتميت إلى غفار، فذهبت آخذ بيده. سيدنا رسول لما سمع أنه من غفار، فالنبي إيه حط إيده كده على جبهته يفكر، فافتكر أن النبي يعني تأذى أنه منسوب إليه، فحاول إيه ياخد إيد النبي عن جبهته علشان إيه يتفاهم. سيدنا أبو بكر قال: إيه يشيل إيدك؟ إيه ده؟ احتراما يعني لهذا. ثم قال: من أنت؟ قال: قلت: من غفار. قال: فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته، فقلت في نفسي: كره أن انتميت إلى غفار، فذهبت آخذ بيده، فقدعني صاحبه وكان أعلم به مني. قدعني يعني منعني، فقدعني يعني فمنعني صاحبه اللي هو سيدنا أبو بكر يعني، وكان أعلم به مني مخافة أن يكون يوحى إليه ولا حاجة. سيدنا أبو بكر أعلم برسول الله، فلما النبي عمل كده خاف لحسن يكون النبي بيوحى إليه، نسيبه إيه ده، ابعد إيدك. يبقى فقدعني يعني منعني. ثم رفع رأسه ثم قال: متى كنت ها هنا؟ أنت هنا بقى لك قد إيه؟ بيسأله سيدنا رسول الله. قال: قلت: قد كنت ها هنا منذ 30 بين ليلة ويوم. قال: فمن كان يطعمك؟ قال: قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما أجد على كبدي سخفة جوع، يعني مسحة جوع. قال: إنها مباركة، إنها طعام طعم صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إذا لي في طعامه الليلة. سيدنا أبو بكر بقى إيه كان كريم، قال له: سيبولي بقى، أنا بقى له 30 يوم ما تكلش، من لم يدخل في فمه ولا جوفه طعام إلا زمزم. سيدنا أبو بكر قال: إيه إذا لي أن أضيفه عندي الليلة أطعمه. إذا لي في طعامه الليلة. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وانطلقت معهما. ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، وكان ذلك أول طعام أكلته بها يعني بمكة بعد شهر. ثم غبرت ما غبرت، يعني إيه ما فات عن إيه في من أمري، يعني غبرت الغابر يعني ما فات. ثم غبرت ما غبرت يعني ثم إيه غاب عني ما غاب يعني من أمري. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد وجهت لي أرض. الرسول صلى الله عليه وسلم لما راح له بقى تاني، الرسول قال له إيه؟ ظهرت لي أرض أهاجر إليها، فلما تسمع إن أنا هاجرت تعالى لي، روح بلدك أما تسمع إن أنا هاجرت تعالى لي. لأن النبي كان المسلمون في هذا الوقت مستضعفين في مكة، وديك أنت شفت مجرد قالوا عليه الصابئ اتضرب لما إيه عي فيها شهر وكان حيموت. فالنبي قال له: لا، ده مش مناسب انك تعيش انت في مكه هنا، مالكش قوم يدافعوا عنك، هيستضعفوك وكل شويه يضربوا فيك، فانت روح بلدك وانا ايه ربنا وجهني الى بلد لما ايه اهاجر اليها وتسمع اني هاجرت اليها تعالى لي على هناك. كويس. فقال: انه قد وجهت لي ارض ذات نخل لا اراها الا يثرب، يعني لا اظنها، لا اعتقدها، اراها يعني اظنها اعتقدها، لا أراها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم؟ قال له: روح أنت بقى إيه وادعو قومك إلى هذا الدين لحد ما هاجر، وبعدين تعالى لي. وجاء بقى بقبيلته كلها أسلمت بعد كده، عشان كده النبي لما جاءته غفار قال: غفار غفر الله له. القبيلة كلها أسلمت بإسلام أبي ذر. فهل أنت مبلغ عني قومك عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم؟ فأتيت أنيسا، رجع لأخوه أنيس اللي مستنيه، فقال: ما صنعت؟ قلت: صنعت أني قد أسلمت وصدقت. قال: ما بي رغبة عن دينك، فإني قد أسلمت وصدقت، أنا كمن زيك، لأنه كان سمع عن أخبار النبي قبليه.
قلت صنعت أني قد أسلمت وصدقت. قال ما بي رغبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت. فأتينا أمنا فقالت ما بي رغبة عن دينكما فإني قد أسلمت وصدقت. فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارا، رجعوا بقى لبلدهم، فأسلم نصفهم. غفار كانت إيه؟ قبيلة في اليمن، كويس؟ فأسلم نصفهم. وكان يأمهم إيماء بن رحدة الغفاري، وكان سيدهم، وكان نصفهم. إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا، وقال نصفهم إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا. يعني نص القبيلة أسلمت بمجرد ما وصلهم، والنص الثاني قالوا لما الرسول يهاجر للمدينة نسلم، مش الوقت، فهم؟ فأسلم نصفهم وكان يأمهم إيماء ابن رحدة الغفاري، يعني في الصلاة. وكان معروف أن الصلاة قبل الإسراء والمعراج كانوا بيصلوا إيه؟ صلاة الصبح وصلاة بالليل، بس ركعتين الصبح وركعتين بالليل، كانت صلاتهم كده، كويس؟ قبل الإيه؟ الإسراء والمعراج. بعد الإسراء والمعراج فرضت 5 صلوات في اليوم والليلة، ونزل جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلوات، ثم بعد ذلك استقر الأمر على الصلوات المعروفة. وكان يأمهم إيماء بن رحدة الغفاري، وكان سيدهم، وقال نصفهم إذا قدم رسول صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا. فقدم رسول صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي، وجاءت أسلم. أسلم دي يعني غفار، ده فرع من أسلم. أسلم قبيلة كبيرة، غفار فرع منه، فهمت بقى؟ وعشان كده النبي قال أسلم سألمها الله، غفار غفر الله له لما قوله دعا لهم هذا الدعاء. وجاءت أسلم فقالوا يا رسول الله إخوتنا نسلم على الذي أسلموا عليه. أسلم بقى كلهم لما لقوا غفار وهي فرع منهم أسلم، قالوا دول إخواتنا، إحنا حنسلم على ما أسلموا عليه، نتبعهم. فأسلموا، فقال رسول صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال بهذا الإسناد، وزاد بعد قوله قلت فاكفني حتى أذهب فأنظر، قال نعم، وكن على حذر من أهل مكة فإنهم قد شنقوا له وتجهموا، يعني أبغضوه. شنقوا له يعني أبغضوه، وتجهموا يعني إيه؟ يعني عبسوا في وجهه وفي دعوته ورفضوها. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثني أبي، حدثني ابن أبي عدي قال أنبأنا ابن عون عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال قال أبو ذر يا ابن أخي صليت سنتين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. طب وهناك قال له 3 سنين، يبقى سنتين وعدة شهور، فهمت ازاي؟ وعادة العرب الكسر قربوا الأقرب عدد صحيح، فيش تناقض يعني، فهمت؟ يبقى ممكن قال له مثلا 2 سنين و6 أشهر، ففي الرواية الثانية قال له صليت ايه 3 سنوات، تمشي يعني الحكاية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت فأين كنت توجه؟ قال حيث وجهني الله. واقتص الحديث بنحو حديث سليمان بن المغيرة، وقال في الحديث فتنافر إلى رجل من الكهان. قلنا تنافر يعني ايه؟ يعني تشاعر مدحا، كل واحد يمدح ويترهنوا على ايه؟ على متاع الاخر، ويروحوا الحاكم يحكم بينهم، الاكثر ايه؟ شعرا ياخذ نصيب الاخر، فهمت ازاي؟ ادي معنى تنافر، يعني تمادح شعرا. فتنافر الى رجل من الكهان قال فلم يزل اخي انيس يمدحه حتى غلبه. قال فاخذنا سرمته، سرمته اللي هي ايه؟ الابل بتاعته، قطعه الابل بتاعته باللي عليها، فهمت؟ كان الرهان جائز في الجاهليه، ثم صار بعد ذلك حرام في الاسلام. كان الرهان في الاول جائز، كانش لسه في تحريم يعني. فضممناها الى سرمتنا. وقال ايضا في حديثه قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام
قال فأتيت فإني لأول الناس حياه بتحية الإسلام. قال قلت السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام، من أنت؟ وفي حديثه أيضا فقال منذ كم أنت ها هنا؟ قال قلت منذ 15، وهناك قال لك شهر 30 ليلة. فهمت ازاي؟ يبقى ممكن تبقى الروايات هنا الراوي وهم، وعشان كده الامام المسلم جابها في المتابعه ما جابهاش في الاصل. فهمت؟ يبقى الروايه دي جابها في المتابعات لوجود وهم من الراوي. فهمت بقى؟ قال اولا 2 والثانيه الروايه الاصح قال 3 سنين، وهنا قال ايه؟ منذ 15 وهناك قال 30 ليلة. فهمت ازاي؟ يبقى كانها هي الراجح 30 ليلة، وان في وهم في الاعداد. ودي بتحصل، الانسان لما يسمع حاجه فيها ارقام ممكن الارقام تختلف فيه، دي عادي يعني. وفيه فقال ابو بكر اتحفني بضيافته الليله. وعن ابي قال وحدثني ابراهيم بن محمد بن عرعرة الشامي ومحمد بن حاتم وتقارب في سياق الحديث واللفظ لابن حاتم. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا المثنى بن سعيد عن ابي جمرة بن عباس قال لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء فاسمع من قولي ثم ائتني. ليه بعث أخوه؟ عشان أخوه أعلم بالشعر منه. فاهم؟ عشان يسمع القرآن ويشوف هو ده شعر ده ولا مش شعر ده. فبعث أخوه الأول قال له شوف سمعنا ان في الوادي ده يعني في مكة ظهر رجل بيقول انه ارسل من السماء، روح شوف لنا خبره ايه. فارسل اخيه لانه اشعر منه. ثم اتني فانطلق الاخر حتى قدم مكة وسمع من قولي ثم رجع الى ابي ذر فقال رأيته يأمر بمكارم الاخلاق وكلاما ما هو بالشعر. فقال ما شفيتني، ما ريحتنيش برضه، اقعد انت هنا بقى اما اروح. فما قال ما شفيتني فيما أردت. فتزود وحمل شنة له، الشنة اللي هي القربة القديمة، يعني قربة قديمة يوضع فيها الماء يسمى شنة، كويس. وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه وكره أن يسأل عنه حتى أدركه. قال له اوعى تسأل على النبي بصراحة، تقول فين محمد بن عبد الله، أول ما تسأل عنه أنت غريب هيقتلوك. فهو بقى رايح مكة وعايز يوصل للنبي وخايف يسأل أي حد. فاهم؟ لأن أخوه حذره. حتى أدركه يعني الليل، فاضطجع فرآه علي. الرواية الثانية دي بقى فيها سيدنا علي زي رواية أبي داود. سيدنا علي هو اللي دله. في الرواية الأولانية كان قاعد لحد ما النبي جه بعد ما الستات اللي شتمهم. فهمت إزاي؟ فيبدو أنها تعددت الواقعة. يعني ايه الروايه الاولانيه لما شاف الستات وشتمهم وقابل النبي ثم اراد ان يذهب للنبي في بيته اللي هو الارقم ابن ابي الارقم، كان النبي يجلس مع الناس فكان عايز يعرف بيت فين الارقم. سيدنا علي اللي قال له بقى عليه بعدها بيومين ثلاثه عايز ايه يروح للنبي في البيت اللي بيقعد فيه مع الصحابه في ايام الدعوه السريه. فسيدنا علي هو اللي قال له، قال له امشي ورايا كانك ما تعرفنيش ولا اعرفك لحد ما اوصل، لو لقيت ناس غريبة حركن كده كأني بتبول يعني بعمل بول لحد ما الناس دي تعدي، وبعد كده كأني أريق الماء يعني. قال له في إيه؟ أقف كأني أريق الماء يعني أبول. فإيه حتى عشان يبين لك قد إيه كان المسلمين مستضعفين في الفترة. فهمت بقى المسألة؟ فإن سيدنا علي اللي دله على بيت إيه؟ الأرقم ابن أبي الأرقم. فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه وكره أن يسأل عنه حتى أدركه يعني الليل فاضطجع فرآه علي فعرف أنه غريب فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح. ثم احتمل قريبته تصغير قربة يعني اللي هي الشنة، قريبته تصغير قربة والقربة اللي هي الشنة اللي فيها المية. ثم احتمل قريبته وزاده إلى المسجد فظل ذلك اليوم ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمس. فعاد إلى مضجعه فمر به علي فقال ما أنا للرجل أن يعلم منزلا،
يعني ما انا يعني الم يأني الم يحين ما انا للرجل ان يعلم منزله. سيدنا علي كل ما يروح يطوف على الكعبه يلاقيه قاعد هناك، قال له ايه ده انت ما لكش بيت ولا ايه؟ كل يوم قاعد هنا، ما انش انك انت ترحل بقى وتشوف بيتك. ما انا للرجل ان يعلم منزله فاقامه فذهب به معه، ولا يسال واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى اذا كان يوم الثالث فعل مثل ذلك فاقامه علي معه. يعني خدوا سيدنا علي استضافوا، يعني ياكلوا يريحوا يعملوا، خدت بالك؟ وما حدش بيكلم التاني، لا سيدنا علي بيقول له حاجه على النبي، ولا ده خايف يسال سيدنا علي على النبي لا يطلع ايه زي الراجل اللي ضربه بسبب ايه قال عليه السابق، فاهم؟ وكل واحد قاعدين ساكتين. فأقامه علي معه ثم قال له: ألا تحدثني ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني، فعلت. ففعل، فأخبره فقال: فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء. يعني امشي ورايا الصبح وما نكلمش بعض، واول ما اشوف حاجه خطر عليك هقف كده جنب الجدار كاني اريق الماء، يعني كاني ابول لحد ما الناس تعدي، فاهم؟ قمت كاني اريق الماء فان مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه، فسمع من قوله واسلم مكانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع الى قومك فاخبرهم حتى ياتيك امري. يبقى ربما يكون الروايه دي هي الاول، وبعد ما اسلم راح قعد عند الكعبه تاني، فسمع الستتين فشتمهم، فهمت ازاي؟ فايه جاء النبي صلى الله عليه وسلم، عشان لان لما النبي جاء عرفه، يبقى لان سبق له لقاء به، فهمت بقى ازاي؟ فيبقى الروايه الاولانيه الاخيره دي بتبين لك الترتيب، ان البدايه ان سيدنا علي دله على النبي، ثم بعدما اسلم وسمع كلام النبي عاد الى الكعبه تاني مره اخرى. ففي الليله المقمره دي شاف الستات دول قاعدين يتعبدوا عند ايه اساف ونائله، فشتمهم الشتمه القبيحه، واخد بالك؟ فراحوا ايه؟ راحوا يولولوا في مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر، فسلم على النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه قال له: روح بلدك وما تقعدش هنا، علشان هنا احنا ايه مستضعفين دلوقتي، لحد ما ايه يبقى فهمنا الترتيب بالروايات. يبقى ما تقرا الروايات تقدر تفهم الترتيب، فهمت بقى المسألة؟ يبقى الرواية الأولى ليس هي أول مقابلة له بالنبي، ده كان قابل النبي إيه عن طريق إرشاد سيدنا علي الأول في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم، وبعدين بعد كده لأنه ماليش مكان يقعد فيه رجع عند الكعبة تاني في الليلة الأضحيان دي المقمرة، فهمت؟ وأسلم مكانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. فقال: والذي نفسي بيدي لأصرخن بها بين ظهرانيهم. قال له: والله طب بقى أدام أنا كده أنا هطلع بقى إيه في وسط قدام الكعبة، هقول أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ما أشوف هيعملوا فيا إيه، فهمت؟ النبي ما نصحوش يعمل كده، لكن هو بقى إيه شباب ومتحمس وحب يعمل الحكاية دي. لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وثار القوم فضربوه حتى أضجعوه. فأتى العباس فأكب عليه فقال: ويلكم. سيدنا العباس تاجر وعارف إن ده من غفار تجارتهم لليمن، لو أذوه هتقف، هيقف حالكم مع اليمن، اليمن هتقطع علاقتها التجارية بيكم، وأنتوا تجار هيتخرب بيكم، وأنتوا أصلا عايشين على رحلة الشتاء والصيف، فهمت ازاي؟ مش رحله الشتاء بتروحوا لليمن، يبقى توقف نص ايه؟ نص تجارتكم توقف. هتقتلوا راجل من الغفار، انتوا مجانين. سيدنا العباس بقى تاجر، فهمت ازاي؟ فراح حجز عنه علشان ايه ينقذه يعني. فاتى العباس فاكب عليه فقال: ويلكم، الستم تعلمون انه من غفار وان طريق تجاركم الى الشام عليهم وأن طريق تجاركم إلى الشام عليهم؟ فأنقذه منهم ثم عاد من الغد بمثلها. تاني يوم برضو سيدنا إيه أبو ذر تاني يوم قال لهم: أشهد أن لا إله إلا الله. وثاروا إليه فضربوه فأكب عليه العباس فأنقذه تاني،
لحد بقى ما النبي قال له لا بل انت مالكش عيش هنا بقى، روح انت روح بلدك واخبر قومك، وما تسمع ان انا رحت المدينه تعالى لي، انت مش هتعرف تعيش معاهم. ونقف على باب من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.